الاعتقال هو العقاب الذي اختاره الحوثيون لليمنيين المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر. أما اليمنيات فقد ركز الحوثيون على وسيلة أخرى لمنعهن من الاحتفال، وهي الطعن في شرفهن ورميهن بأبشع التهم والأوصاف. نشاهد هذا الفيديو. والوساخة والسماجة والترقيم والتجليس، تمام، والبنات والله قد يخرجون بشعرهم صدورهم كذا، ومكياجات في سوق السيارة ومبطر وكذا، وترقيم بالروح بالدم الديلي الرقم. السماجة هذا ممنوع، الوقاحة ممنوع، إثارة الفتن ممنوع. السنة الأولى خرجن بنات. الشخص الذي في الفيديو هو أحد الأصوات التابعة لجماعة الحوثي، لكن الطعن في شرف المحتفلات بسبتمبر لم يقتصر على الأنصار والنشطاء، بل شارك فيه أكاديميون ورجال دين وقادة حوثيون بارزون على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار غضب الكثير من اليمنيين. الحوثيون بكل بساطة واستسهال اعتبروا أن أي فتاة تخرج رافعة لعلم الجمهورية في هذا اليوم كما حدث العام الماضي بأنها فاقدة للأدب والشرف، وهددوا بتأديب من يخرجن للاحتفال، بل وفي بعض الحالات لمحو إلى نيتهم أو استخدام سلاحهم المفضل القنص، كما ستجدون في هذه التغريدة لعضو مكتب الحوثيين السياسي عبد الله النعمي الذي قال: إخراج النساء إلى الشوارع بدعوى الاحتفال بثورة 26 سبتمبر، ثم الدفع بهن لاحتكاك برجال الأمن، ثم تجهيز قناصين لقنص وقتل البعض منهن. ويكمل تغريدته بادعاء أن هذا مخطط وقد تم كشفه والقبض على من كانوا سينفذونه. الخلاصة مشاهدين، إذا خرج رجال اليمن للاحتفال فهم ينفذون مخططا خارجيا لزعزعة الأمن، وإذا خرجت النساء فإنهن ينفذن مؤامرة على الأخلاق والقيم. أما الحوثيون بزينبياتهم فهم حراس الأمن والفضيلة بحسب إعلامهم. فكيف تفعل رواد منصات التواصل الاجتماعي؟ نتابع هنا على منصة إكس، قال أدونيس عبد العزيز: تسفيه اليمنيات ليس حدث عابر أو تصرف مؤقت يقوم به الحوثي، هو سلوك ومهنة مستوطنة في صفوف السلالة، وأول من بدأها المجرم الرسي وإلى اللحظة. أما هنا تعليق ليحيى سعد قال: مخططات أمريكا إسرائيلي تطلق على كل من يرفع صوته ويعارض كلامكم، تحتفلون وتحيون فعالية طول السنة وبالمال العام، والشعب صامت إلى حين وصل عيد الشعب، خليتوها محلقة. ننتقل إلى الفيسبوك حيث نشرت رانيا منصور هذا القول وقالت: نسوانهم يمرمطوهم في الساحات في كل مناسباتهم، وما يذكروا آية وقلنا في بيوتكن إلا عند الاحتفال بالسادس والعشرين سبتمبر. من أعطاكم الحق تتهم كل من خرجت تحتفل يا مكسورين الشرف؟ منشور آخر لمحمد البخيتي تساءل فيه: إذا هم فقط بيغاروا على النساء اليمنيات فقط من الاحتفال بسبتمبر، إيش وضع الشباب المحتفلين العام السابق؟ وليش تم تهديدهم ولا علشان البنات ما يخرجين؟ إذن هي لحظات حالكة جدا تلك التي أصبحت فيها حرية اليمنيين واليمنيات وشرفهم، بل وحتى حياتهم موضع خطر لمجرد احتفالهم بذكرى تأسيس جمهوريتهم. ولكن شداد سواد الليل يبشر بقدوم الفجر كما يقال، أو كما قال البردوني: إن السماء ترجى حين تحتجب.